من فترة كده حوالي شهر ونص تقريباً، برنامج التاسعة أعلننا فيه عن مسابقة كبيرة لاكتشاف المواهب الموجودة في بلدنا. الحقيقة المواهب يعني ما بتخلصش، غنى وشعر وقصة قصيرة، ويعني لقينا إقبال جماهيري كبير جداً وواضح على التقديم في المسابقة. كان المفترض أنه المسابقة دي تخلص امبارح، لكن الحقيقة أنه العدد كبير، وعلشان نقدر نستمتع بكل هذه المواهب ونديهم الحق فإنهم يعني موهبتهم تطلع للنور، وإنهم يعني يحققوا أحلامهم ويسمعوا صوتهم في التلفزيون المصري، فإحنا قررنا أننا نمد يعني مرحلة تلقي المواهب دي لحد آخر الشهر ده. فبادر وقدم وسجل أحلى ما عندك، أو ابعت لينا أحلى ما عندك، وإن شاء الله لجنة القائمة على الموضوع ده تديك الفرصة أن أنت يعني تظهر للناس وتحقق حلمك. خلينا نروح نشوف الفيديو ده عن فقرة نجوم التاسعة ونرجع بعد كده. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار، بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك، غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك، شعر، ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF، كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك، على قناة مصر الأولى. يمكن كمان في نجوم كتير مصريين، ويمكن بنشوف أعمار صغيرة ما شاء الله شابة على أنها تكون موهوبة كل الموهبة الكبيرة دي، بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي وبنتابعهم وبنسعد بيهم. والحقيقة أنه تبعت لنا أصوات كتير حلوة، وأعتقد أن المنافسة هتكون قوية، وهتكون يعني منافسة مش سهلة أبدا. علشان كده بنقول كل اللي عايز يقدم يلحق يقدم، واللي قدم حاجة وحس أنه عنده أحسن يقدم تاني. إن شاء الله نعرض لحضراتكم يعني جزء كبير من هذه المواهب، اللي إن شاء الله أصحابها يسعدوا بوجودهم في برنامج التاسعة وعلى شاشة التلفزيون المصري، اللي هيفضل بيت دايما لكل الموهوبين.